اذا الطريقة الرابعة حتى نعمل ستارت يقول هي من احسن الطرق. رح نشوفها في المختبر هون، رح نشوف فيربل فريكونسي درايف ورح نشغل محرك نعمل له ستارتنج. نختصر هذا مرات بي اف دي فيربل فريكونسي درايف. شو يعني كلمة فريكونسي؟ ايش اللي غيرناه؟ فريكونسي لما غير الفريكونسي شو بتغير عندي حسب المعادلة؟ الفولت الانس وال السينكرون سبيد. لا بس تذكروا السينكرون سبيد شو بتساوي؟ 120 على المحرك ما راح يتغير، فما راح يتغير عدد البولز. مين راح يتغير عندي؟ فريكونسي. اذا هاي هي طريقه التغيير، في حين هذول ستار دلتا والسوفت ستارتر كنا نغير الفولتج، الان احنا هون بنغير الفريكونسي نمبر الفريكونسي مش النمبر اوف بولز. اوكي فلما نيجي هون هلا نطلع الطريقه اللي راح نعملها، راح ناخذ 3 فيز والثري فيز راح نعملهم ريكتيفيكيشن. فالريكتيفيكيشن ان كنترولد ريكتيفيكيشن، اذا الريكتيفيكيشن راح يحول الاي سي لدي سي. فبنستعمل 6 دايودز. هلا راح ناخذ اول فيز هون، ثاني فيز هون، ثالث فيز. ايش سمينا الفيزز الثلاثه هذول؟ ايش الرمز الرموز اللي استعملنا لهم اياهم؟ سي دي في تي. ممكن استعمل ار اس تي، في ناس بيستعمل اي بي سي بي سي. ايش الزاويه اللي بينهم لازم تكون؟ الفيز انجل 120. ايش هذا الكومبوننت؟ ريكتيفاير. كله ريكتيفاير، هذول عباره عن 6 دايودز، هذول طبعا باور دايودز. ايش بحوله هون على الاوتبوت؟ شو بيطلع لنا على الاوتبوت؟ دي سي. لو طلعنا على الفولتج راح الاقي دي سي، بس الدي سي هذا فيه ريبل. الريبل هذا الفريكونسي تبعته راح تكون 300 هرتز، في تغير هون. اوكي؟ هذا هون بنحط الان كاباسيتر. ليش بنعمل كاباسيتر؟ عشان يعمل فلترنج للفولتج اللي موجود هون. بعدين راح ناخذ هدول على طب مش الامبليفاير بيعمل بس يكبر السيجنال؟ ما بيحول من، انا ما بعرف انه ما بيحول من دي سي لدي سي. الامبليفاير ايش بيعمل؟ انا بعرف انه كبر السيجنال. اه لا بس هذا انفرتر. انفرتر انفرت. اذا عندي الستيج الاولى ريكتيفاير، ايش الريكتيفاير بيحول؟ ريكتيفاير ايش بحول الريكتيفاير؟ من اي سي لدي سي لدي سي. فعندي هون 3 فيز هاي، بيطلع عندي هون بلس ماينس. حولنا من اي سي لدي سي. شو راح ارد اعمل الان بالدي سي هذا؟ راح نحوله مرة ثانية لـ AC بس على فريكونسي متغيرة. فراح احط انا هون حرف F. شو راح اعمل بحرف الـ F؟ ايش معنى هاي الشحطة؟ متغير. حتى نعمل فريكونسي درايف متغير راح نستعمل كومبوننت اسمه Insulated Gate Bipolar Transistor. راح احط هون Insulated Gate Bipolar Transistor. هلا هاد كل واحد من هذول فيه in parallel معاه دايود. اذا هذا اختصار لايش؟ IGBT، هذا اللي هو نوع من الترانزستور، اختصار insulated gate bipolar transistor. نستعمل من هذول 6. ليش 6؟ عشان عندنا 3 فيز الاوت. شايفوا كلمة insulated وين مبينة؟ هذا هون. هلا هذا راح نسميه Q1، هذا راح نسميه Q2. هلا نفس الشيء راح نحط هون دايود وهون دايود، كمان IGBT هون وكمان IGBT هون. هذا هون راح نحط دايود وهذا هون دايود وهي هذه. اوكي Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6. مين الترانزستورز من هذول اللي بمان لازم يشتغلوا مع بعض؟ اذا اشتغلوا مع بعض بيعملوا مشكله. من هذول الستة ترانزستورز الاول والثاني، الاول والثاني اذا اشتغل شو بيعمل؟ شورت سيركت. بيعمل شورت سيركت على الدي سي، ما بصير. اذا واحد واثنين ما بصير يشتغلوا مع بعض، وثلاثة واربعة بصيرش يشتغلوا مع بعض، وخمسة وستة بصيرش يشتغلوا مع بعض، لكن ممكن اشغل واحد وثلاثة وستة. ممكن اشغل واحد، خليني ارتبهم Q2 هي Q3 Q4 Q5 Q6. اذا ما بصير اشغل Q1 وQ2 لانه بصير شورت سيركت، او Q3 وQ4 Q5 Q6، لكن ممكن اشغل Q1 وQ3 وQ6. ممكن اشغل Q1 وQ5 وQ4. ممكن اشغل Q5 وQ3 وQ2.
ممكن اشغل Q2 وQ4 ومين؟ Q5. ممكن اشغل Q6 وQ4 وQ1. ممكن اشغل Q6 وQ2 وQ3. اذا ما بصير اشغل اللي بيكونوا مقابلين، بس بقدر اشغل اي ثلاث ترانزستورز بدي اياهم مع بعض بشرط انهم ما يكونوا متقابلين. تمام؟ فممكن نشغل Q1 Q3. اذا شغلت Q5 ما بستفيد لانه في شباك للمحرك، واضح؟ لازم يكون في على الاقل واحد من هون وواحد من هون. فبشغل Q1 وQ3 وايش معه؟ Q6. ممكن اشغل Q1 وQ5 ومين بيشتغل معهم؟ Q4. Q4. ممكن اشغل Q3 وQ5 ومين بضل؟ Q3 Q5 Q2. هلا هيك شغلت اثنين من فوق Q1 وQ3، ممكن اشغل اثنين من تحت، ممكن اشغل Q2 وQ3، Q2 وQ4 اسف، اشغل هدول الاثنين مين بيشتغل معهم؟ Q5. ممكن اشغل Q2 وQ6 ومين بيشتغل معهم من فوق؟ Q2 وQ6 Q3. وممكن اشغل Q4 وQ6 ومين بيشتغل معهم؟ Q4 وQ6 بيشتغل معهم؟ Q1. اوكي؟ هذا مسموح وهذا مسموح، هذا مسموح، هذا مسموح، هذا مسموح. ايش الاشياء اللي ممنوعة؟ واحد اثنين ممنوع اشغل Q1 Q2 ممنوع اشغل Q3 وQ4 لأن هذا بيعمل شورت سيركت، وممنوع اشغل Q5 وQ6 هذا كمان. اوكي؟ شو استفدنا من هاي الأرينجمنت؟ ايش كان عندي هون؟ 3 فيز AC. ايش عملت هون؟ AC. شو عملت بالدي سي حولته لهون؟ هي هذول راح يطلعوا ثلاث تيرمينلز، هي تيرمينال بوديها للمحرك، هي تيرمينال بوديها للمحرك، هي تيرمينال بوديها للمحرك. فالثلاثه هذول، فايش حطيت بين السبلاي والمحرك؟ ايش حطينا؟ حطينا هذا هون عندي كاباسيتر الان، مزبوط؟ وبعدين من الكاباسيتر وين رحنا؟ رحنا على الانفرتر. الانفرتر حولنا فيها من دي سي الى اي سي، طلع معي 3 تيرمينالز اللي هم هذول، هذول راح اوديهم للمحرك، مزبوط؟ وهون عندي 3 فيز سبلاي. طب ليش انا غلبت حالي اخذت الاي سي اللي هون حولته لدي سي، والدي سي رديت حولته لاي سي؟ على فاريبل فريكونسي، على فاريبل فريكونسي درايف. هاي هي كل الفكره تبعت هذا، انه انا غيرت الفريكونسي. لما بحصل لما بحصل على فاريبل فريكونسي شو بصير عندي؟ بتحكم فيها، بغير السرعه تبعت المحرك. اوكي، بطفيها.